بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى اختار الأمة الإسلامية لتكون أفضل الأمم وخير الأمم، لكن الأفضلية والخيرية فيها جانبان: الجانب الأول اصطفاء من الله، والجانب الثاني العمل من الناس. الله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء واصطفى الأوصياء، ولكن شرط عليهم شروطا أيضا. لم يكن الأمر اعتباطا، والله سبحانه وتعالى يتعالى عن العبث ويتعالى عن اللغو ويتعالى عن الظلم. الله سبحانه وتعالى يصطفي يختار، ولكن يختار الجيد للرديء. كيف صار هذا جيد وذاك رديء؟ بالاختيار. في حديث شريف مروي في الكافي أنه سئل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: بما فضلت على الأنبياء وأنت بعثت خاتمهم؟ لماذا الله سبحانه وتعالى فضل رسول الله صلى الله عليه وآله على سائر الأنبياء؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لماذا الرسول محمد صلى الله عليه وآله فضل على سائر الأنبياء مع أنه كان آخر الأنبياء؟ الرسول صلى الله عليه وآله يجيب عن ذلك. الجواب شنو هو؟ أنه في عالم الذر، حينما الله سبحانه وتعالى
أخرج ذرية آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام من صلبه فكانوا كالذر، الذر صغار النمل يعني، هكذا كانوا يدبون. طبعا عالم الذر إلى مراحل، بس هذا بحث آخر، يعني كم مرة صارت القضية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الرسول صلى الله عليه وآله يجيب ويقول أنا أول من أجبت نداء الله، ألست بربكم، أول واحد قال بلى هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك الله سبحانه وتعالى لأنه أزلا كان يعلم بأن الرسول باختياره سيكون أول من يجيب نداءه، لذلك اصطفاه وخلقه نورا حول عرشه مع الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الله من الأزل يعلم بأن هذا الشخص حينما يخلق وحينما الله سبحانه وتعالى يناديه وينادي الباقين أول واحد سيجيب، لذلك اصطفاه من الأول. صحيح هناك اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن عمل باختيار الإنسان، وأي واحد الله سبحانه وتعالى اصطفى كذلك، اختيار من الإنسان واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى اصطفى هذه الأمة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله سبحانه وتعالى اصطفى هذه الأمة فأورثها الكتاب. طبعا في تفسير الآية المقصود من الأمة هنا الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يعني هذه الأمة الإسلامية باعتبار أن الأئمة منها، باعتبار أن الرسول منها. لماذا اصطفاها؟ لأنها باختيارها تعمل أعمال. فإذا بعض أفراد هذه الأمة تركوا هذه الأعمال بعد ماكو اصطفاء. في تفسير الآية الشريفة التي وردت في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هاي الأمة الوسط الإمام عليه الصلاة والسلام يفسرها بالأئمة باعتبار أن الأمة الإسلامية تتضمن الأئمة. هذه الأمة تكون شهد، تكون شهيدة على أعمال الناس. والإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في حديث يقول، لأن بعض العامة فسروا الآية بأن المقصود كل الأمة الإسلامية، الإمام يقول واحد من الناس وهو من المسلمين لا تقبل شهادته في باقة من الخضروات، يعني إذا شهد على باقة من الخضروات اللي لا قيمة لها لا تقبل شهادته لكذبه، هذا يوم القيامة يصير شاهد على كل الناس؟ معقول هذا الشيء؟ الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أو جعل فيها شهداء يشهدون يوم القيامة على هذه الأمة وعلى سائر الأمم، ولكن بشرط، الشرط الإيمان والعمل الصالح والتقوى وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس، لكن بشروط. من توفرت فيه تلك الشروط كان خير أمة، ومن لم تتوفر فيه تلك الشروط ليس من خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الله أظهرها للناس الأمم السابقة، يعني حتى أفضل من بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين في زمانهم، لكن الأمة الإسلامية أفضل من بني إسرائيل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن هل بنو إسرائيل الذين هم الله سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين يشملون الذين عبدوا العجل؟
تشمل هذه الآية الذين عبدوا العجل يعني ذولا فضلهم على العالمين؟ كلا. تشمل السامري؟ كلا. وإنما يقصد منها المؤمنون في بني إسرائيل. كذلك الأمة الإسلامية خير أمة، لكن يقصد منه المؤمنون الذين توفرت فيهم الشروط. فهذه الآية تبين الشروط. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الشرط الأول، تأمرون بالمعروف، يعني تعمل بالمعروف، هذا مفروغ عنه، وتأمر به، وتنهون عن المنكر، تنتهي أنت عن المنكر، هذا مفروغ عنه، وتنهى عنه، وتؤمنون بالله. إذا هذه الشروط الثلاثة توفرت، تأمر بالمعروف فضلا عن عملك به، تنهى عن المنكر فضلا عن انتهائك عنه، وتؤمن بالله. طبعا الإيمان بالله وحدة واحدة مقابل للتجزؤ. إذا واحد يعتقد بالله ولكن لا يعتقد بالأنبياء فهذا لا يعتقد بالله، هذا كافر، لأن الاعتقاد بالله يتضمن تصديق الله، تصديق الله سبحانه وتعالى في كل شيء، ومنه تصديقه في رسله. فإذا واحد كذب الرسل فهذا ما بده يصدق الله سبحانه وتعالى. إذا واحد يقول أنا أعتقد بالله، يعتقد بالرسل أجمع، لكن لا يعتقد بالأئمة، هذا ليس مؤمنا، لأن رد كلام الله سبحانه وتعالى في الأئمة هذا عدم إيمان بالله سبحانه وتعالى. أهل الكتاب كافرون مع أنه يؤمنون بالله، لكن يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله، فهذا في الواقع ليس إيمانا بالله، هذا تكذيبا لله سبحانه وتعالى. إذن إذا الإنسان المسلم ائتمر بالمعروف وأمر به، انتهى عن المنكر ونهى عنه، وآمن بالله إيمانا غير متجزئ، إيمان كامل، هذا يصير خير أمة. إذا صار هكذا خير أمة، الله سبحانه وتعالى وعد هذه الأمة، وعد هذه الأمة بالنصر، إن تنصروا الله ينصركم. لكن إذا هذه الأمة أكثرها لم تأتمر بالمعروف فضلا عن الأمر به، لم تنتهي عن المنكر فضلا عن النهي عنه، لم تؤمن بالله إيمانا صحيحا، باللسان يقول أنا مؤمن لكن قلبه ليس مطمئنا بالإيمان، إذا هذه الشروط ما توفرت أنت بعد ما تصير خير أمة. أنا ما أصير خير أمة، هذه الأمة لا تكون خير أمة من حيث المجموع ولو فيها من هم خير أمة. الله سبحانه وتعالى وعد هذه الأمة بأي شيء؟ لن يضروكم إلا أذى. يعني إذا أنت جابحت أهل الكتاب، جابحت المشركين، جابحت المنافقين، وأنت تمتلك هذه الشروط التي شرطها الله سبحانه وتعالى عليك، ذاك الوقت لن يضروكم، لن، هاي لن لنفي التأبيد، لن يضروكم، مو أنه لا يضروكم، لن يضروكم إلا أذى. الأذى شنو هو؟ أقل من الضرر. بعض الأحيان الإنسان يصيب مكروه، هذا المكروه قد يكون قليلا يسمى أذى، واحد بالشارع يسبك أو يضربك ضربا غير مبرح، هذا أذى، أذى نفسي أو أذى جسدي، قد يتطور الأذى إلى الضرر، فالضرر أكثر من الأذى. الآية الشريفة معناها أنه إذا إحنا توفرت فينا هذه الشروط نصير خير أمة أخرجت للناس، فأهل الكتاب المقصود في هذه الآية يعني اليهود لن يضروكم إلا أذى، يسبك يشتمك يأذيك أذية، لكن هذه لن تكون ضررا، الاستثناء منقطع هنا، لن يضروكم إلا أذى
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. زين، إذا إحنا لم نلتزم بشرط الله سبحانه وتعالى بالمعروف وبالمنكر وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالإيمان الصحيح بالله سبحانه وتعالى، بعد إحنا مو خير أمة. لازم لا نتوقع أنه لن يضروكم إلا أذى، لأنه هذا وعد بشرط. الله سبحانه وتعالى وعد الناس الجنة لكن بشرط الإيمان والعمل الصالح. الله وعد لن يضروكم إلا أذى لكن وعد بشرط. إذا إحنا ما التزمنا بالشرط لازم لا نتوقع تحقق هذا الوعد، لأنه كان وعدا بشرط. إذا أنت وعدت شخص لكن وعدك كان بشرط، تقول سأمنحك كذا إن فعلت كذا، فإذا لم يفعل الشرط أنت في حل من وعدك لأنك لم تعده وعدا مطلقا. هذا بالنسبة للمسلمين. بالنسبة إلى من يقابلهم من أهل الكتاب، الله سبحانه وتعالى يقول ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لكن بالنسبة إلى الذلة ماذا يقول؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، في كل مكان وجدتهم، في كل بقعة من بقاع الأرض، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هذا وعيد لكن وعيد أيضا بشرط. هذا أهل الكتاب، هؤلاء أهل الكتاب يكونون أذلاء لكن بشرط أن لا يتصل بحبل من الله أو أن لا يتصل بحبل من الناس. الحبل من الله يعني شنو؟ يعني الإيمان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني إذا واحد من أهل الكتاب آمن، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، هذا حبل من الله. إلا بحبل من الله يعني إذا آمن هذه الذلة ترتفع عنه. وحبل من الناس، هذه الواو بمعنى أو، حبل من الله وحبل يعني أو حبل من الناس. الحبل من الناس يعني شنو؟ يعني أنه يرتبط بقوة عظمى، مثلا يرتبط بجهات تساعده، مثل الآن نشوف الصهاينة كيف سيطروا على فلسطين وكيف يقتلون الناس وهجروا الناس وفعلوا ما فعلوا، وجرائمهم مستمرة إلى يومنا هذا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا العهود الدولية ولا قرارات مجلس الأمن ولا ما تنفعهم ولا تفيدهم. والسبب شنو هو؟ السبب أنه إحنا كمسلمين باستثناء القليل كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما صرنا. المنكرات منتشرة في مجتمعاتنا، الواجبات كثير منها متروكة، الإيمان بالله ضعيف، الظاهر إيمان بالله الباطن كفر بالله. من ذاك الطرف المقابل حبل من الناس عنده متصل بالقوى العظمى تدعمه من كل الجهات سياسيا وماليا ودوليا وعسكريا وما إلى ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى وعد لن يضروكم إلا أذى لكن بشرط. والله سبحانه وتعالى أوعدهم بالذلة، هسه في الآخر أخو أذلاء، لكن في الدنيا الذلة بشرط أن لا يتصل بحبل من الله بالإيمان أو حبل من الناس. إذا إحنا تركنا أحكام الله سبحانه وتعالى وحصرنا التدين في زاوية، يعني إذا واحد يصلي يصوم إذا استطاع يذهب للحاج، زين، إذا امرأة تكون محجبة مثلا، هذا التدين عندنا صار، وهذه أركان في الإسلام طبعا لا يخفى.
بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والحج زين والصوم والولاية، هذه أركان في الإسلام، الصلاة والصوم وما إلى ذلك. لكن الإسلام ليس منحصرا في هذه الأمور. القرآن الكريم أكثر من 6000 آية. كم آية هي آيات الأحكام؟ كما يقولون 500 آية، يعني أقل من عشر القرآن حول الأحكام. وهذه الأحكام ليست فقط أحكام الصلاة والصوم والحج، كثير منها أحكام في جوانب أخرى. هل حياتنا الأسرية حياة إسلامية في الزواج وفي المعاشرة مع الأقرباء مع الأصدقاء، هذه عشرة إسلامية؟ هل نظام حياتنا نظام حياة إسلامي؟ الإسلام يختلف عن بقية الأديان. الإسلام عنده شغل بالإنسان من قبل أن يولد إلى بعد موته. في الحديث الشريف: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة حسناء في منبت السوء. خضراء الدمن يعني النبات الذي ينبت في المياه الآسنة. أنت قبل ما النطفة تنعقد، الله سبحانه وتعالى معين تكليف لكيفية انعقاد هذه النطفة إلى بعد أن يوضع الإنسان في قبره. وأحكام أكو حتى ما بعد أن وضع في قبره ما أكو أحكام. في كل صغيرة وكبيرة الإسلام عنده حكم، قد يكون واجب قد يكون مستحب. بعض الأحيان يصير تساؤل، مثلا أكو نسمع كثيرا يصير اعتراضات، شنو هاي مثلا القضية أنه مثلا إذا واحد يريد يدخل إلى المرافق الصحية مستحب أن يدخل بيده برجله اليسرى، رجله اليسرى يضعها أولا في المرافق. إذا يريد مثلا يخرج من المرافق الصحية يخرج رجله اليمنى أولا، إذا يريد يدخل في المسجد بالعكس مثلا. شنو هاي الأحكام مثلا؟ وأمثال هذه الأحكام بالألوف أكو. صحيح كثير منها مو واجبات أو مو مكروهات أو مو محرمات، لكنها مستحبات أو مكروهات أو آداب. الجواب على ذلك أن الإسلام يريد يربط كل حياة الإنسان بالإسلام، مو مثل الكنيسة المسيحية بس يوم الأحد تروح بالكنيسة وساعتين تسمع كلمات لا طائل فيها وبعدين تروح تودع ربك لمدة أسبوع مثلا أو أكثر. لا، في كل لحظة الله سبحانه وتعالى إلى شغل بيك. نظام الحياة لازم يكون نظام حياة إسلامي. إحنا نظام حياتنا إسلامي؟ الغالب يعني من المسلمين لا، نظام حياتنا مو إسلامي. الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في أكلك، في نومك، في زواجك، في ذهابك، في إيابك، في حركتك، في سكونك، إلى حكم. هذه الأحكام عندما تجتمع تشكل نظام حياة. يعني أنت تدخل في الغرب وتجي في الشرق تشوف الحياة تختلف 100%. ليش تختلف 100%؟ لأن هذه الجزئيات تجتمع: طريقة الأكل، طريقة الشرب، طريقة الزواج، طريقة الذهاب، طريقة الإياب، طريقة النوم، طريقة كذا 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 كذا، تشكل نظام. وذاك يشكل نظام آخر، وذاك يشكل نظام ثالث. المشكلة أنه أنظمة حياتنا، حتى غالب المتدينين، أنظمة حياتنا ليست نظاما إسلاميا. يمكن واحد يقول هذا مو واجب، هذا مو حرام. صحيح هذا مو واجب، هذا مو حرام، هذا مو واجب، هذا مو حرام، لكن حينما يجتمع يسبب أن نظام حياة هذا الإنسان يختل، لا يكون نظاما في حياته نظاما إسلاميا. الله سبحانه وتعالى ما حرم كل شيء، ما أوجب كل شيء حتى لا يصير هناك عسر وحرج، لكن هذا مو معنى أن الإنسان يترك
أكو في الحديث الشريف لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. مسواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. يعني المصلحة موجودة، الملاك موجود. هسه صحيح المسواك مو واجب مستحب، بس هذا معناه أن الإنسان يترك السواك، يترك مثلا أسنانه تكون قذرة مثلا إلى أن يصاب بها إلى أن تسوس أسنانه؟ خلا، كثير من الأمور مو واجبة، بس مو معناه أن أتركها. كثير من الأمور مو محرمة، لكن مو معناه أنه أفعلها. إيه لا يكون مشقة عليك، يعني بحيث أنه تضطر دائما تعمل ذلك العمل. هسه المسواك مو واجب اللي أنه كل يوم لازم تستاك كم مرة مثلا، لكن هذا مو معناه أنه أتركه طول حياتك أو غالبا أتركه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان واجب؟ لا، الإحسان مو واجب. الشيء اللي واجب هو العدل، أما الإحسان مو واجب. لكن هذا معناه أن الإنسان يترك الإحسان؟ إذا ترك الإحسان تدين الناس ينهار. بناء المسجد واجب؟ لا. بناء الحسينية واجب؟ لا. زين، إذا أنت تدخل في بلد ما بيه مسجد، نسأل أهل البلد ليش ماكو مسجد؟ يقول خل مسجد مو واجب بنائه. ليش ماكو حسينية؟ الحسينية مو واجب بنائها. ليش ماكو كذا؟ هذا مو واجب. ليش ماكو كذا؟ مو واجب. زين، هذا البلد هل يكون بلد مؤمن؟ لا. بمرور الزمان هذا البلد يخرج عن الإيمان، لأنه شنو يحفظ الإيمان؟ هذه الأمور تحفظ الإيمان. يكون في حديث شريف: من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيه أخوك دينك، في حديث آخر: فاحتط لدينك بما شئت. المكروهات هذه حمى للمحرمات، المستحبات حمى للواجبات. إذا واحد عمل المكروهات باستمرار يوشك أن يقع في المحرمات، إذا واحد ترك المستحبات باستمرار يوشك أن يقع في ترك الواجبات أيضا. فإذن إحنا عندما نشوف هذه المظالم اللي الآن تجري الآن في فلسطين، القصف اللي موجود وقاتل أكثر من 1000 واحد من الناس، وتروح في العراق وبعد الوضع أسوأ، بس الإعلام شوية مسلط على فلسطين. في العراق النواصب قتلوا في هالفترة الأخيرة أكثر من 10,000 واحد من الرجال والنساء والأطفال، زين، بطريقة بشعة جدا، بس الإعلام مو مسلط عليهم. والسبب في ذلك شنو هو؟ الآن أنت خلال 60-70 سنة الماضية تقريبا عامة الحروب إما بين المسلمين أنفسهم أو الطرف الخاسر هو المسلم عادة يعني، والقتلى من المسلمين والجرحى من المسلمين والتي انتهكت حرماتهم من المسلمين عادة. لماذا؟ لماذا هذه الآيات في سورة آل عمران تبين في قضية غزوة أحد؟ الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين بالنصر، ولكن بشرط: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت أعلى، مو فقط أعلى في الآخرة، حتى في الدنيا، لكن شرطه إن كنتم مؤمنين، تؤمن بالله وتؤمن بالرسول. فلذلك في اللحظة الأولى عندما بدأت غزوة أحد، الرسول صلى الله عليه وآله ذهب اختار الموقع المناسب. عامة الجيش خلفهم الجبل حتى المعركة تكون من جهة واحدة، لأن جيش المشركين كان 3 أضعاف المسلمين. المسلمون كانوا 1000 واحد، انخزل منهم 300 مع المنافق عبد الله بن أبي، 300 واحد من المنافقين انخزلوا من المسلمين، اللي سورة المنافقون نزلت في ذلك الوقت، بقوا 700 واحد. كم عدد المشركين؟ 3,000 واحد، وفي رواية 5,000 واحد. عدة المشركين كانت أكبر من حيث الجياد، ما
من حيث السلاح أكبر من المسلمين، وأيضا الدافع كان أقوى، دافع الانتقام، انتقام لغزوة بدر، دافع الانتقامي جدا دافع قوي. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة، اختار الموقع المناسب الاستراتيجي حتى المسلمين من كل الجهات لا يبتلون بالمشركين من جهة واحدة. زين، أكو ثغر شعب في جبل، رسول الله صلى الله عليه وآله جعل على هذا الشعب 500 واحد من الرماة في فوهة الشعب حتى لا يصير هجوم من الخلف، وأمر هؤلاء 500، احنا انتصرنا انهزمنا، انتوا لا تتركوا هذا الموقع. بدأت الحرب، كانت الدولة للمسلمين لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر، إن تنصروا الله ينصركم. نصرهم لله كان عبر امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، امتثلوا لأمر رسول الله لذا انتصر. بمجرد أن انهزم المشركون وصار وقت جمع الغنائم، هؤلاء 50 شخص خالفوا أمر رسول الله، إلا 12 واحد منهم تركوا الثغر، فالمشركون استغلوا وهجموا من الخلف، وذولاك المنهزمون من المشركين رجعوا. زين، وصار ما صار في قضية أحد، وقتل 70 واحد من المسلمين، والأكثر انهزموا إلى الجبل. إذ تصعدون ولا تلون، حتى ما تدير وجهك، والرسول يدعوكم يا فلان يا فلان يا فلان. زين، حتى أن بعضهم فكر أنه يروح يم عبد الله بن أبي يأخذ لأمان من المشركين بشرط ارتداده عن الإسلام. في آيات سورة آل عمران مفصل موجودة. بعدين اجوا اعترضوا على الرسول صلى الله عليه وآله، أنت وعدتنا بالنصر، وين النصر صار؟ والجواب، الوعد كان بشرط، أنتم خالفتم الشرط، فعندما خالفت الشرط بعد ماكو وعد. وتلك الأيام نداولها بين الناس. بعد ذلك حينما رجع المشركون ندموا، قالوا زين احنا الآن قتلنا منهم، لماذا لم نقتل محمدا صلى الله عليه وآله؟ لماذا لم نغر على المدينة حتى نقضي عليهم من أصلهم؟ أرادوا أن يرجعوا، نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره بالرجوع وبمتابعة المشركين. فالرسول صلى الله عليه وآله أمر من كانت به جراحة، أي واحد مجروح، هذا لازم يجي، فتبعوا المشركين إلى منطقة تسمى حمراء الأسد 8 أميال عن المدينة. وصل الخبر للمشركين فدب الرعب في قلوبهم، أنه زين إحنا في الجولة الأولى خسرنا، في الجولة الثانية انتصرنا، في الجولة الثالثة يمكن نخسر. زين، فأرادوا أن يسرعوا في الذهاب، لكن خافوا أن أصحاب الرسول يوصلون إلهم، فبقضية أرسلوا شخصا، كان هذا الشخص يريد يشتري تمر من المدينة حتى يخوف المسلمين. فنزلت آية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هاي الآية شأن نزولها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الذين قال لهم الناس، قال لهم يعني أمير المؤمنين، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. زين، فالمشركون استغلوا الفرصة رجعوا، ورسول الله صلى الله عليه وآله بقي في تلك المنطقة ثم رجع إلى المدينة. يعني هي غزوة أحد بالنتيجة هي نصر للمسلمين كانت، لأن الحرب جولات، في الجولة الأولى المسلمون انتصروا، في الجولة الثانية انهزموا، في الجولة الثالثة في حمراء الأسد انتصروا لأن المشركين فروا. على كل حال، المقصود أنه في الجولة الأولى آمنوا، يعني أطاعوا الرسول انتصروا، في الجولة الثانية خالفوا الرسول انهزموا، في الجولة الثالثة أطاعوا الرسول انتصروا. فالوعد بشرط، إحنا هم إذا نريد أن الله سبحانه وتعالى ينصرنا على أعدائنا وعد بشرط،
بدون شرط الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد ما نصر المسلمين في الجولة الثانية، لأنهم خالفوا الشرط، أو لأن أكثرهم خالف الشرط. وفي تلك الغزوة رسول الله صلى الله عليه وآله موجود. الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر أرسل 1000 واحد من الملائكة كما في سورة الأنفال، وفي غزوة أحد الرسول وعدهم إن ثبتتم الله سبحانه وتعالى راح يرسل لكم 3000 من الملائكة، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وعدهم بذلك بس بشرط، بلى إن تصبروا وتتقوا. هل صبروا؟ لا. هل اتقوا؟ لا، لأن واحد اللي يخالف أمر الرسول هذا من الكبائر، واحد اللي ينهزم من المعركة هذا من الكبائر. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فإذن إحنا إذا نريد نكون خير أمة، إذا نريد الله سبحانه وتعالى ينصرنا، إذا نريد نصل إلى المقامات العالية في الدنيا ثم في الآخرة، إذا نريد نكون الأعلون، إذا كل هذا نريده، شرط أن نعمل بأحكام الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. هسه واحد لا يقول آني وحدي شنو الفائدة؟ الآية تقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أكفد مثل هنا باللغة الفارسية، بعض الأحيان أشخاص يخالفون مخالفات، يخالف في المرور، يخالف قوانين، يخالف كذا. المثل شنو يقول؟ يقول هسه الكل دا يخالفون، مع وردة واحدة ما يصير الربيع. هسه أني لا أخالف، الكل دا يخالفون يصير ربيع؟ ما يصير ربيع. إذا أني ما خالفت الكل خالفه والقوانين تتنظم؟ ما تتنظم القوانين. فإذا الكل يخالفون حشر مع الناس عيد. بس هذا المثل مثل مغلوط، لأن المثل الصحيح هكذا لازم يكون، مع وردة واحدة ما يصير الربيع، لكن الربيع يبدأ بوردة واحدة، يصير وردة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة إلى أن يصير الربيع الكامل. بإيمان شخص واحد ما راح الأمة تنتصر، لكن إذا واحد صار مؤمن، الثاني صار مؤمن، الثالث صار مؤمن، الرابع صار مؤمن، أنا التزمت، فلان التزم، أنت التزمت، الرجال التزموا، النساء التزموا، الله سبحانه وتعالى يرى أن هذه الأمة نصرت الله سبحانه وتعالى فينصرها. لكن إذا كل واحد قال أنا شنو شعلي، من سمع رجلا ينادي أو مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله. يقول أنا شعلي، أنا شعلي معناه شنو؟ معناه أنه أنا مو تكليف الأمر بالمعروف، أنا شعلي يعني أنا مو تكليف النهي عن المنكر، أنا شعلي يعني أنا مو تكليف أن أجيب نداء المسلمين الذين هم في اضطهاد. حتى الآية ما تقول المسلم، الرواية ما تقول المسلمين، من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين، مو مسلما ينادي يا للمسلمين، مو مؤمنا ينادي يا للمسلمين، مناديا ينادي يا للمسلمين، يعني حتى لو كافر كان. هذا واحد نقل لي قال أيام زمان عندما كان الأمريكان محتلين الفيتنام وكانوا يرتكبون المجازر البشعة جدا والأسلحة المحرمة الكيميائية وغيرها يستعملوها، زين يقول شفنا بعض الناس اللي هم مؤمنين فرحين. ليش أنت فرحان؟ يقول فيتنامي ملحد كافر بوذي، والأمريكي هم مسيحي، فإن قتل أمريكي ينقتل واحد كافر، وإن قتل فيتنامي ينقتل واحد أيضا كافر. زين يقول قلنا له زين الرسول يقول من سمع رجلا ينادي على المسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، ما قال إذا كان هذا مسلم يناديك. أمير المؤمنين عندما يقول فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، هذا ما يخصص بالمسلمين أو بالمؤمنين أو بالموالين.
إذا واحد يهودي يظلم أنت لازم تنزعج من ظلمه، الله ما يحب الظلم. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في إحدى غارات معاوية على الأنبار، لأن معاوية ذول خوارج العصر الآن الإرهابيين نفس أساليب معاوية عندهم. معاوية حارب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في صفين، كاد أن ينهزم بخداع الناس برفع القرائن على المصاحف، خدع مجموعة من الناس فخرب النصر. بعد ذلك لتضعيف حكومة أمير المؤمنين شن غارات مثل الآن يسوون تفجيرات 100,000 2,000 يهجمون على قرية حدودية يقتلون مجموعة وثم يرجعون إلى الشام، هكذا هاي غارات. فمن الغارات كان على الأنبار، يعني بين الأنبار وبين دمشق كله صحراء، فعن طريق الصحراء أجوا أغاروا على الأنبار وقتلوا والي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على الأنبار، كان اسمه حسان بن حسان البكري، في نهج البلاغة موجودة. زين، فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة في نهج البلاغة ماذا يقول، ما معناه، يعني تقريبا نص الكلام أو قريب من نصه، يقول أنه ذولا كانوا يغيرون فقاموا ينتزعون من النساء حليهم، سوار مثلا، القرط، القلادة، من المسلمة والأخرى المعاهدة. المعاهد يعني منه؟ يعني كافر ولكن في عهد مع المسلمين. زين، وهي تسترحمه ولا يرحمها. فأمير المؤمنين يقول لو أن امرئا مسلما مات من هذا أسفا ما كان عندي ملومة بل كان عندي جديرة. يعني إذا أنت سمعت مرأة يهودية مسيحية كافرة مشركة ظلمت، وظلمها شنو هو؟ الظلم أنه حليها انتزعت منها زورا، وإذا المسلم مات أسفا على هذه الحالة، فأمير المؤمنين يقول ما كان عندي ملومة بل كان عندي جديرة. يعني هذه القضية ظلم مرأة يهودية أو مسيحية أو كافرة، عندي جدير أن واحد من المسلمين إذا مات أسفا على ذلك. فإذا واحد ظلم يرى على ناس حتى مو مسلمين، إذا يتمكن من رفع الظلم لازم يرفع. النهي عن المنكر مو النهي عن المنكر الذي يجري على المسلمين، أي منكر في العالم تقدر ترفعه ارفعه، تقدر تساهم في رفعه ساهم ولو بالدعاء. أضعف الإيمان، قبل أيام زرنا أحد العلماء كان يذكر حول قضية العراق وما يجري من مجازر ومآسي على شيعة أهل البيت هناك، والإعلام ساكت عنه سكوت مريب جدا. في قرية واحدة قتلوا 7,000 من المؤمنين بين رجال ونساء وأطفال، ولم يدعوا جثثهم تدفن لحد الآن، شهر ونصف جثثها ملقاة في الشوارع. على كل حال هكذا يعني بالنتيجة رسول الله صلى الله عليه وآله قال ولكن عمي حمزة لا بواكية له، بس شيعة العراق الشكل لا بواكية لهم. فهذا أحد من العلماء كنا زرناه وقال إحنا مشكلتنا هسه واحد ما يساعد، ما يساعد لا بإعلام لا بكلمة لا بمقالة لا بكذا لا إلا القليل، قال حتى ولا بالدعاء ماذا يدعون حتى. سابقا تصير أزمات حسب ما ينقل، قل سابقا تصير أزمات في المساجد في المحافل، زين تقام مجالس دعاء، بس أنا ما أقدر أسوي شيء بس أقدر أدعو. يقول حتى هاي ما تتصير الآن، حتى الدعاء أهم نسي إلا القليل. على كل حال فإذن إحنا لازم نتوقع استمرار هذه المآسي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهاي المآسي لا نتصور أنه الآن على الآخرين، باكر السيف يوصل إلى رقابنا. يعني الآن هاي الفوضى الخلاقة اللي عندهم مو خاصة بالعراق وسوريا وما أدري فلسطين وكذا، لا بعد كم يوم هم تنزل جوا، أكيد هذا موجود ضمن خططهم، راح تجي توصل، توصلنا توصلكم توصل لآخرين. زين،
والحلقة الضعيفة هم إحنا، لأنه إحنا نلتزم فنقتل الأبرياء، وذاك ما يلتزم يجي يفجر يقتل الكبير والصغير والكذا، لا عنده وازع من دين ولا من أخلاق ولا من ضمير. واحد اللي مثلا الأعلى خالد بن الوليد الذي يغدر ويقتل مالك بن نويرة غدرا وزورا ثم يفعل ما يفعل، هذا مثلا الأعلى، هذا سيف الله المسلول عنده، زين هو يرتكب نفس الأعمال. لا نتصور أن السيف بعيد عن رقابنا، أنتم هم لا تتصوروا أن السيف بعيد عن رقابكم، لا، التخطيطهم راح تجي، تعال مناطقكم راح تجي ومناطق أخرى راح تجي. إذا الحريق شب في أطراف دارك اتوقع أنه الحريق راح يشمل دارك، وخاصة أن هناك جهات تريد ذلك. فلذلك علينا أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نغير ما بأنفسنا بالدعاء بالعمل بتقوى الله سبحانه وتعالى، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا بعين رحيمة ويرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفقكم لزيارة الأئمة المعصومين عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام، والتضرع عندهم ليرفع عن المؤمنين وعنا جميعا هذه المصائب وهذه المشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور.